ثلاثيات مع الدكتور يوسف المهوس. بسم الله الرحمن الرحيم. من ثلاثيات نبينا صلى الله عليه وسلم ما ثبت عند الترمذي بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من منح مليحة لبن أو ورق أو هدى زقاق كان كعتق رقبة. إيش معنى هذا الحديث الثلاثي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوله يقول: من منح مليحة لبن، أعطى ناس عائلة فقيرة لبن، أو أعطاهم شاة مليحة، والشاة تسمى المنيحة، أعطاهم يحلبون منها ويشربون منها كما يفعل مشاريع الخير وأهل الخير كثير، في ناس قائمة على هذه الأشياء. الثانية: أو ورق. الورق ما هو؟ الفضة، المال. أعطى أحد، أقرض أحد قرضا، منح أحد، هذا لا شك كأنما أعتق رقبة. عندما تعطي هالشاة أو تعطي هذا المال كأنما تعطي ورقة، كأنما تعتق رقبة عظيمة. طيب الثالثة ما هي؟ أو هدى زقاق. ما هو الزقاق؟ أنتم تعرفون الزقاق منتشر عندنا في أهل الحجاز كثير، وأيضا وهو لغة عربية فصيحة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها هنا. الزقاق هو الطريق. هدى زقاق إنسان ضايع ما يدل الطريق، وقفك في الشارع قال: يا فلان وين المستشفى الفلاني؟ يا فلان وين المصلحة الفلانية؟ وين الوزارة الفلانية؟ وقفت قلت: رح يمين رح يسار رح لف كذا، وأوصلته بهذا الوصف كأنك اعتقت رقبة. تعرف من اعتق رقبة؟ ترى اعتق رقبة عظيم. تدري اللي يقتل قتيل بالخطأ عليه اعتق رقبة؟ تدري الذي الكفارات الكبيرة في الإسلام اعتق رقبة؟ اعتق رقبة عظيمة عظيمة من الأعمال الجليلة. تدري الواحد تاخذ كأنك اعتقت رقبة. نعم، لذلك أنا أذكر يعني هنا قصة جميلة ومختصرة. رجل شفته في المستشفى في الريسبشن ومتعب في مستشفى الملك خالد، الناس تأتيه وتخطم عليه يمين ويسار ويسألونه وين الأشعة، وين بنك الدم، وين عيادة الباطنية، وين الدكتور الفلاني، وين المخرج، وين المدخل. فأتعبوه، فأستوقفني هذا الرجل وكان منهكا، فقلت له: كل يوم كم يمر عليك من شخص يسألك؟ والله فوق 200. قلت: سبحان الله، هنيئا لك، ترى كل يوم بإذن الله تعتق 200 رقبة. قال: كيف؟ فقلت له هذا الحديث فانشرح صدره. نريد أن نستحضر هذه المعاني ونحن نقرأ مثل هذه الأحاديث ونطبقها في واقع حياتنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير.